بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، قبل التطرق إلى حقيقة الإنشاء وأقسامه، لا بد من التذكير بالخبر وما يقتضيه من مباحث، من أهمها التعريف، تعريف الخبر. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأن هذه المقاربة المنطقية كانت تبحث عن هذه المطابقة المرتبطة بالمطابقة بالنسبة، ثم المطابقة الخارجية، ثم المطابقة الذهنية. بمعنى أن أي أسلوب خبري، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، سواء كانت منفية أو إثباتية، إلا وتتطلب مطابقة نسبية داخل بنية اللغة، لأن الإسناد مرتبط بالإثبات والنفي، ولكن داخل اللغة فهي مطابقة نسبية، مطابقة النسبة. ثم هناك مطابقة بين التصور الذهني الذي يتمثل حين التلفظ بالخبر، فهي مطابقة ذهنية. ثم هناك المطابقة الخارجية مع الواقع، أو هناك مطابقة أخرى مرتبطة بالاعتقاد. بمعنى أن هذه الثنائية المرتبطة بالصدق والكذب فيما يخص الخبر إلا وتنتظم في إطار مفهومي المطابقة، ما يسمى المطابقة النسبية أو المطابقة الدينية أو المطابقة الخارجية. ويحتمل الصدق والكذب لذاته، باعتبار أننا لا نبحث فيما يتعلق بالظروف الخارجية الحافة بالخطاب، وإنما نهتم بالخبر في بنية مطلقة مجردة، لأننا إن اعتبرنا المتكلم كما في الأخبار الإلهية فالخبر صادق، أو كما في أخبار مسلم الكذاب فالخبر كاذب بالمطلق، ولكن نعتمد في التعريف على تحديدات مجردة من الوضعية التواصلية. ولكن إذا اعتبرنا الوضعية التواصلية، فللخبر في الواقع لابد أن نذهب إلى مسألة أساس، وهو أن الخبر لابد وأن يحتمل في عمقه وجوهره على الصدق، لأن الجملة لابد وأن تكون مفيدة، وأن التواصل البشري لابد أن ينأى عن العبث، وذلك في جوهره وفي عمقه. فالخبر أو الجملة أو التواصل البشري يميل إلى الصدق أكثر من الكذب، ولكن حينما نبحث عن التعريف من منظور منطقي وفي إطار مجرد لا ينضبط لماهية التعاريف على مستوى اللغة المنطقية، لابد أن نقول بأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. وكما تعلمون، فالخبر له وظيفة أساسية، وظيفة إخبارية مرتبط بالفائدة. فحينما نقول ما الغاية وما المطلب الأساس من الخبر، نقول هو تحقيق الفائدة. ولذلك حينما نلقي الخبر إلى متلق خالي الذهن، فأول شيء أو الوظيفة الأساس التي لا بد من تحقيقها، وهو أن يحقق الفائدة. ولكن إن ألقينا الخبر إلى متلق يعلم بالخبر، فهو لازم الفائدة، ومن ثم نجد أنفسنا في بين وظيفتين: الوظيفة الأولى إخبارية تحقق الفائدة، والوظيفة الثانية استلزامية، أي أنها تحقق فائدة يستلزمها التخاطب، باعتبار أن المخاطب له علم بالخبر. ثم هناك كذلك وظيفة أخرى مرتبطة بالوظيفة التيقنية، لأننا حينما نلقي الخبر إلى متلق شاك متردد، فنقول بأن لابد من توكيد هذا الخبر باعتباره أو بوصفه يتردد ويطلب جوابا حاسما. نقول بأن الطلب أو السؤال هنا لا يميل إلى الإنكار، وإنما يميل إلى التيقن. فهنا كما نعلم كأننا أمام شك ديكارتي أو كوجيتو ديكارتي يطلب التيقن، فنقول بأن الوظيفة الطلبية هي وظيفة تيقنية، وظيفة تبحث عن اليقين أكثر مما تميل إلى الإنكار، لأنه إن انتقل إلى دائرة الإنكار فلابد أن يحسب على الخبر الإنكاري. هذه باختصار أهم القضايا المرتبطة بالخبر.
كذلك يمكن للخبر أن يتناول انطلاقا من اعتبارات المتكلم المخصوصة، فينزل المنكر في حيز غير المنكر، أو المتردد في حيز المتردد، أو غير المتردد في حيز المتردد، أو خالي الدهن في حيز المنكر. وهذه كلها قضايا ترتبط بما يسمى بالخبر الذي يمكن أن يتنزل حسب اعتبار المتلقي. مثلا الصلاة واجبة لمنكرين، فالمنكر لا يؤمن بالصلاة، ومع ذلك أخرجنا القول بطريقة غير مؤكدة على اعتبار أن هذه مسلمة، وأن النقاش في العقائد نقاش محسوم ولا يمكن أن يصبح محل جدال ونقاش. ولذلك أخرجنا هذا الخبر خبرا فيه نوع من المسلمات البديهية، بمعنى أن الصلاة واجبة. كذلك بالنسبة للفارس الذي يواجه عدوا، فحاولنا أن ننزله منزلة المنكر باعتبار أنه تصرف بطريقة لا تبدو عليها نوعا من الحيطة. لذلك جاء شقيق عارضا سيفه، نقول له إن بني عمك فيهم رماح، على اعتبار أنه لا بد وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة، فأنزلناه منزلة المنكر، وإن كان الوضع التواصلي أو الوضع الحقيقي في حالة الحرب أنه يعرف أن بني عمه فيهم رماح. هذه باختصار أهم القضايا المرتبطة بالخبر، ولكن لا بد من طرح بعض القضايا التي حاولنا أن نثيرها على مستوى التساؤل والإشكال، وهو أن الخبر في البلاغة العربية يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن قلنا بأن الخبر من منظور تداولي يعتمد على ما يسمى بالتعاون عند غرايس، يقول بأن الخبر يحتمل في عمقه وفي جوهره على الحقيقة فقط، وأن الكذب يمكن أن يكون من المسائل المرتبطة بالاستلزام الحواري، أي أن المتكلم يكذب في مقامات وسياقات متعددة. هذه المسألة مرتبطة كما قلت بمسألة التعريف. ثم أن الخبر في البلاغة العربية يعتمد على ثنائية الإثبات والنفي، ونقول مع ميشيل ماير بأنه يمكن للخبر أن يتناول انطلاقا، أو البلاغة العربية أن تتناول انطلاقا من ما يسمى بالسؤال والجواب، بمعنى أن كل جملة إلا وتستثمر سؤالا، وكل جملة إلا وتقترح جوابا، بمعنى أن هناك ثنائية السؤال والجواب، أي أن الفعل الكلامي البشري هو خاضع لثنائية السؤال والجواب، إما أن الجواب يكون على مستوى الأقوال، وإما أن الجواب يكون على مستوى الأفعال كما هو الحال في الإنشاء. بمعنى أن هذه امتدادات لابد من أخذها بعين الاعتبار، أي أن الخبر في البعد التداولي يحتمل الصدق، وأن الخبر من منظور قواعد التعاون عند غرايس يحتمل الصدق. ثم أن الخطاب البشري لا يمكن أن يرى فقط انطلاقا من مفهومي الإثبات والنفي، أي مفهوم الإسناد، وإنما يمكن أن ينظر من منظور تحاوري تخاطبي انطلاقا من ثنائية السؤال والجواب في مستوياته المتعددة، والجواب قد يكون قولا وقد يكون فعلا. ننتقل الآن إلى حقيقة الإنشاء وأقسامه. الإنشاء لغة هو الإيجاد، بمعنى أن أنشئ الأشياء في تلك اللحظة، بمعنى أن هناك لحظة الإحداث ولحظة الإيجاد ولحظة الإيقاع. ولذلك حينما ننتقل إلى الجانب الاصطلاحي، نجد أن الإنشاء هو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته، نحو اغفر وارحم، فلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب. بمعنى أن الإنشاء حينما يحدث في تلك اللحظة فإنه لا يقارن بحدث وقع في الماضي، لأن المطابقة دائما لا بد من أن نقارن هذا الشيء الذي حدث بشيء ماضي أو بخارجي، ولكن لا يمكن أن نقارن ذلك في الإنشاء، على اعتبار أنه يحدث لحظة التلفظ، أي أنه إنجازي. ولذلك حينما نقول
الإنشاء هو كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، على اعتبار أنه أن جمله ليست جملا وصفية، وإنما هي جمل إنجازية، جمل إنجازية، لأنه لا يمكن أن نقارن هذا الفعل أو هذا الحدث بشيء وقع في الماضي. مثلا حينما نقول اغفر وارحم، فهذا دعاء، فهو طلب، فهو طلب يستلزم مجموعة من الشروط المرتبطة بالاستلزام والاستعلاء. فهذا التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى، وهو أمر سوف يخرج عن مقتضاه الواقعي إلى مقتضى مجازي، لأنه خرق بدءا من المبادئ الأساسية وهو الاستعلاء، ولذلك يدخل في باب الدعاء. كما أن هذا الخبر، هذا الإنشاء أو هذا الأسلوب الإنشائي يخضع لثنائية أساسية، هذه الثنائية وهي ثنائية النجاح والفشل. إذا كان الخبر ينضبط أو يخضع لثنائية الصدق والكذب، فإن الإنشاء يخضع لثنائيات النجاح والفشل. ما معنى ذلك؟ أن الشروط التي ينجز فيها الأسلوب الإنشائي هي شروط مؤسسية أو شروط تقتضي مجموعة من الاشتراطات، أو تقتضي مجموعة من المقتضيات، بمعنى أن الأمر مثلا إذا حصل لابد أن يحصل من 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 آمر له وضعية اعتبارية فيها نوع من العلو والاستعلاء، أي له سلطة، لسلطة الأمر، وهذه السلطة يترتب عليها فعل إلزامي. إذا اختل شرط من هذه الشروط، فإن الأمر يخرج إلى مقامات أو سياقات يستلزمها فعل التخاطب، ولذلك يوجه التوجيه الملائم ويؤول التأويل الذي ينسجم مع المقام التواصلي والأحوال التي جرى فيها التخاطب. ولذلك فالأسلوب الإنشائي هو أسلوب يحصل مضمونه، لا يحصل مضمونه إلا بفعل التلفظ، أي أنه ينجز في تلك اللحظة. ولذلك فطلب الفعل افعل، حينما أمرك فهذه اللحظة، حينما أمر مثلا الطالب بأن يكتب على السبورة أو بأن يقرأ في كتاب، أو أن يفعل أي شيء مرتبط بالمقتضيات التي ينضبط إليها التعاقد المدرسي، فلا بد وأن العلاقة ما بيني وبين الطالب هي علاقة الأستاذ في هذه اللحظة المؤسسية التي تجعل من الأستاذ في مرتبة أعلى، وأن الفعل الذي يؤمر به التلميذ في إطار التعاقد البيداغوجي هو تعاقد يلزم الطالب بإنجاز ما يطلب منه إنجازه. ولذلك فالطلب هو طلب الفعل في تلك اللحظة أو لحظة التلفظ بهذا الأمر، فهو إما طلب الفعل في حال مستوى الفعل الأمر، أو طلب الكلف في النهي، أو طلب المحبوب في التمني، أو طلب الفهم في الاستفهام، أو طلب الإقبال في النداء. كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها، بمعنى أن الإنشاء هي أفعال إنجازية تتحقق في لحظة التلفظ إذا توافرت الشروط الضرورية اللازمة المؤسسية التي تفيد ذلك، وبالصيغ التي درج عليها العرب في الأمر وفي النهي وفي التمني وفي الاستفهام وفي النداء. وهذه كلها وهذه الأساليب كلها تدخل فيما يسمى بالإنشاء الطلبي، في الإنشاء الطلبي الذي يطلب من المخاطب القيام بفعل لحظة التلفظ بذلك الفعل الكلامي، وفي سياق تتوافر فيه الشروط اللازمة لتحقق ذلك الفعل، حتى يمكن أن نحكم عليه بالنجاح والفشل. وقد تخرج هذه الصيغ عن مقتضياتها الحقيقية إلى مقتضيات مجازية، أو ما يسمى بالاستلزام التخاطبي أو الاستلزام الحواري، وآنذاك يمكن أن نتطرق إلى أغلب الدلالات والأغراض التي يمكن أن تستفاد من هذه الصيغ حسب المشيرات المقامية وحسب
المشيرات التلفظية التي تهدي إلى التأويل السليم المرتبط بالمقام والأحوال. وكما قلنا فالإنشاء ينقسم إلى نوعين، إنشاء طلبي وهو ما سبق ذكره، وإنشاء غير طلبي. وإنشاء غير طلبي، فالإنشاء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح والذم وصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء، ويكون بربا ولعل وكم الخبرية. أما المدح والذم فيكون بنعمة وبئس وما جرى مجراهما نحو حبدا ولا حبدا والأفعال المحولة إلى فعل نحو طاب علي نفسا وخبت بكر أصلا. وأما العقود فتكون بالماضي كثيرا نحو بعت واشتريت ووهبت واعتقت، وبغيره قليلا نحو أنا بائع وعبدي حر لوجه الله تعالى. وفي هذه القضية المرتبطة بالفعل الماضي في قضية العقود، بمعنى أن الفعل قد تم بالفعل ولكن التحرير هو الذي تأخر، ولذلك فهذه السياق لا بد من انتباه إليها، لأن في الجانب التداولي دائما نقول أن الفعل الإنجازي سوف يرتبط بالضمير المتكلم ويرتبط كما قلنا بفعل المضارع، ولكن في العقود فهذه القضية لا بد من انتباه إليها. وإن جاءت بصيغة الماضي فإن البيع قد تم، ولكن صياغة التحرير هي التي تأتي في هذه اللحظة، ولذلك نقول بعت واشتريت ووهبت واعتقت، لأن البيع قد تم ولكن الآن بصدد صياغة العقد. وكذلك الإنشاء غير طلبي يأتي بصيغة القسم، فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها نحو العمر كما فعلت كذا. وأما التعجب فيكون قياسا بصيغتين ما أفعله وأفعل به وسماعا بغيره ما نحو لله دره عالما كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وأما الرجاء فيكون بعسى وحارى وحلولقى نحو فعسى الله أن يأتي بالفتح ملحوظة. واعلم أن الإنشاء غير الطلبي لا يبحث عنه علماء البلاغة، لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء، وإنما المبحوث عنه في علم المعاني هو الإنشاء الطلبي لما يمتاز به من لطائف بلاغية. بمعنى أن الأسلوب الإنشائي ينقسم إلى أساليب طلبية وإلى أساليب غير طلبية، لكن البلاغة دائما تبحث خاصة البلاغة الأدبية تبحث في الإنشائي الطلبي. أما غير الطلبي فغالبا ما ينظر إليه كأنه أخبار نقلت إلى الإنشاء، ولذلك فالمبحوث عنه في علم المعاني والإنشاء الطلبي لما ينتج به من لطائف بلاغية، وسوف نتطرق في حصص لاحقة إلى كل أسلوب بنوع من التدقيق وبنوع من التفصيل. ولكن الخلاصة الأساسية هو أننا إزاء أسلوبين، الأسلوب الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ودائما المطابقة يجب أن تكون في إطار مطابقة النسبة ثم مطابقة الذهنية ثم المطابقة مع الخارج، وداخل المطابقة مع الخارج هناك مطابقة مع الواقع ومطابقة مع الاعتقاد، ثم أن الخبر له فائدة ثم له لازم الفائدة حينما يكون المخاطب يعرف ذلك، ثم أننا أمام أنواع من المتلقي الخالي الذهن أمام خبر ابتدائي، المتلقي الشاك المتردد أمام خبر طلبي، المتلقي المنكر أمام خطب إنكاري، ثم نأتي إلى مسألة التنزيل وهي التي يمكن للمتكلم أن يرى فيها المتلقي باعتبار أن ينزل فيها المتلقي والمخاطب باعتبارات يراها حسب الوضعية التواصلية التي يرتضيها ويفترضها. ولذلك نجد مثلا تنزيل الخير المنكر منزلة المنكر، أو المنكر منزلة المنكر، أو المتردد منزلة غير المتردد، أو غير المتردد منزلة المتردد، أو خالي الدين منزلة المنكر، أو أن المنكر منزلة خالي الدين. ثم أن الأسلوب الإنشائي هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، باعتبار أنه ينجز أن مضمونه لا ينجز إلا لحظة التلفظ في إطار مؤسسي يتيح لذلك الفعل أن يحقق نجاحا أو فشلا، لأن الثنائية التي تحكم الخبر وهو الصدق والكذب، والثنائية التي تحكم
تحكم الإنشاء هي ثنائية الفشل والنجاح. وكما قلنا أن هذا الإنشاء الطلبي دائما إما أن يكون أمرا أو نهيا أو تمنيا أو نداء وكذا أو استفهاما، ثم الإنشاء غير الطلبي فيأتي بصيغ متعددة، تعجبا، رجاء، مدحا، دما أو صيغ العقود باختصار. وما يمكن أن نصل إليه في النهاية على مستوى بعض الاستنتاجات التي يمكن أن نفكر فيها، وهو أن الخبر في البعد التواصلي التداولي يميل إلى الصدق، وأن الكذب شرط من الشروط التي يقتضيها التعريف في المنظور المنطقي، وإنما في المنظور التداولي الخبر يقتضي الفائدة، والفائدة لا تتحقق بالكذب. ثم كذلك إذا كان الخبر يخضع لثنائية الإثبات والنفي انطلاقا من منظور الجملة والإسناد، فإننا نقول بأنه يمكن أن ننظر إلى البلاغة العربية من منظور نظرية المساءلة، أي أن كل جملة أو كل خطاب إلا ويرتبط بالسؤال والجواب. هذه كلها قضايا يمكن أن نتطرق إليها بالتفصيل في الحصة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.